السادسية. تمريرة خاطئة في وسط الميدان وهنا فرصة لصالح العروبة، المرور هذه فرصة وتسديد. الله، شاهد هذه الكرة التي كانت خاطئة من دفاع القادسية، عادت إلى تياغو بقدم يسار جميلة، ولكن تصدي رائع في الكرة الماضية. الحديث والجدل كان على هذه الكرة، على هذه اللقطة، هل دخلت بكامل محيطها أم لا؟ اللقطة الماضية فيها مرة مختلفة، بعد ذلك الى الناشي تمريره رائعه الى صدر كاميسي قويه. الله الله الله، هدف جميل يا صدر كاميسي، رائعه يا صدر كاميسي، ولكن الكره او بالطريقه الكرات العرضيه ستلعب هنا عن طريق ريلان والانتظار في هذه الصوره. ريلان والانتظار في هذه الكرة، بتلعب الكرة عالية راسية. الله، جول للعروبة عن طريق تياغو بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس الجمال. تياغو يتألق بهدف بواحد مقابل لا شيء، و2008 إيابا عاد. وهذه اللقطة يا الله، جول أول من سليمان السعيد. الحازم يسجل أولى الأهداف. كنت أذكر الأفضلية، يؤكدها سليمان. يا جمال الكرة يا أولى جون، يا جمال الكرة يا أولى جون، يا عيني على المرور ولا زالت. يا الله، الحزم حزم الصمود، عينه على الصعود، عينه على الصعود. يا لها من تمريره يا اولى جون، ويا لها من لمسه يا سليمان، ويا لها من نهايه يا حفيظي يا حفيظي يا حفيظي. الجوله الخامسه الديربي بالنسبه لي الحزم مع الخلود على ارضيه هذا الميدان. طلع في اقصى اليمين العرضيه ومشروع الثالث. يا الله، ويالها من عرضية، ويالها من لمسة يا عيني يا دعار. العتيبي يسجل الثالث ويؤكد النقاط الثلاث. عند كارلوس أندريا مشروع الأول بالنسبة للتقليص واللمسة. جول أول من البديل نواف يسجل التقليص. هل هنالك عودة ولو من بعيد بالنسبة لنجران؟ ثلاثة أهداف مقابل هدف. دفاع كنترول من ذعار. المرتدات ومشروع الرابع. يا عيني يا ذعار، يا جمالك يا ذعار، يا روعتك يا ذعار. واللمسة والرابع. يا الله، أربعة، والحزم ما أروعه وما أجمله. يا لها من مرور، يا لها من مرور يا ذعار. العتيبي فنان، العتيبي موهوب، ذعار يا لها من مرور، يا لها من مرور. كرابان يعي تماما ثقل هذا الهدف لو سجل، كرة ملعوبة. جول 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 للأسود، جول للأسود، جول. الركنية وتلعب بعرضية على القائم الأول بخروج ممتاز ومتكرر، وروسي الخطير يلعب العرضية على الجهة اليسرى، عادت من رضا والهدف الأول اقترب، ورأسية البوسني، رأسية تأتي من المدافع وليد الأحمد يسجل بعد لقطة رائعة جدا، وكرات عرضية متكررة من اليمين من اليسار، في النهاية استسلم. التدخل من المدافع توكارا مرة أخرى للجبلين، والعرضية باربوزا، استلام باربوزا، مر باربوزا، تصويبه. الله 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 الله، باربوزا
الجبلين. أوه ياه استلام ياه حطه. لا تزال عند لاعبين فريق الكيسوما محمد الضفيري يحاول المرور، نقل الكرة على الرمى الرأسي. الله جول 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 جول. رأسية حميد جاوشي، حميد جاوشي يستطيع تسجيل الهدف الأول للكيسوما برأسية جميلة جدا رائعة. الذي يظهر بشكل مميز هذا الموسم حتى الآن عندما نتكلم عن ماجد المطيري. هنا الآن التسديد، أول لمصلحة الشعلة أو جدة عفوا. نعم الهدف الأول عن طريق إبراهيم الطلحي، إبراهيم الطلحي يهز شباك الشعلة في الثلث ساعة الأولى، ممتازة وكبيرة لجدة. وهنا ميانوفيتش أمام برونو، نعم جول، ميهانوفيتش يسجل هدف التعديل ويعود بالأمل من جديد للشعلة. الآن عن الانتصار الأول له في هذا الموسم. الكرة عند أوغو في تمريرة خطيرة، جول ثاني لجدة، جدة يتقدم للمرة الثانية في الدقيقة 73 العربي من أجل أولى الأهداف. أبلاي جول، أبلاي يسجل أول الأهداف لمصلحة العربي. الانتصار تعود عند محمد ذيبان في وسط الملعب، أبلاي بلمسة رائعة يا عيني، وجول ثاني. يا أبلاي يا أبلاي يا أبلاي، يا لها من تمريرة يا أبلاي، ويا لها من نهاية يا عبد الله الدوسري، يا لها من تمريرة. اللاعب البرازيلي رينالدو يتقدم وكرة عادت رافع المرمى، جول رينالدو، هدف أول يتقدم فيه فريق الأخدود، هدف جميل من ركلة الجزاء. هذا رينالدو سدد الكرة وعادت من حارس المرمى وكملها في الزاوية البعيدة. خطأ الآن قادم، خطأ لفريق الأخدود، ينفذ على المرمى، جول الله عليه من هدف ثاني لفريق الحاج جباري. ياخذ كرة وكرة خطيرة وتسديدة في الشباك على طريقة الكبار. الأخدود مرعب، الأخدود يضيف الهدف الثالث، تيكي تاكا تيكي تاكا لفريق الأخدود هنا في العاصمة الرياض، هدف ثالث.